بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، الموقع الرسمي موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إمام الأمة المعهود من آل البيت المطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. أحييكم وأرفع إليكم هذا البيان، وشكرا لحسن استماعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. في هذا البيان للإمام المهدي المنتظر، سيبين الإمام المهدي المنتظر المعنى لباس التقوى ويفصله تفصيلا، وأيضا في هذا البيان يرد الإمام المهدي على أحد السائلات، حيث يقول ويبين كيف بها أن تكون ربانية، وينصح بقوله فاعبد النعيم الأعظم من الجنة. فما هو النعيم الأعظم من الجنة؟ في هذا البيان يبين الإمام المهدي كيف أن الله يمد بلباس التقوى من رضي الله عنه، ويبين الإمام المهدي ما هو لباس التقوى يوم القيامة. وإلى البيان الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ارفق أخي الكريم بتقية أخت الإمام المهدي المنتظر في دين الله، أقسم بالله أني قد رددت عليها مرتين وفصلت لها لباس التقوى تفصيلا، ولكن للأسف الشديد انتفض الكهرباء فذهب البيان من بين يدي. ثم حاولت مرة أخرى حتى إذا أوشكت أن أصل إلى نهاية البيان المفصل تفصيلا، ومن ثم انطفأت الكهرباء مرة أخرى. فأدركت أن الله لم يكتب لها الرد العاجل لسبب منها، وقد تبين لي ما هو، وكان خطأ كبيرا منك أيها التقية الربانية. فإن كنت تريدين الفوز بلباس التقوى نور من ربك، فذلك لمن خشي ربه، فلا يجتمع النور والظلمات، فكيف إنك قد وجدت علم الجهاد يقول لك، علم الجهاد يقول لك إن الله أمره أن يقيم القيامة، ومن ثم ترك الأمر للمسيح عيسى. فكان على الفور يجب أن تعلمي إن علم الجهاد من وزراء المسيح الدجال. الذي يريد أن يقول بأنه أقام القيامة وأن لديه جنة ونار، برغم أنكم لا تزالون في أشراط الساعة الكبرى، وإنما طلوع الشمس من مغربها أحد أشراط الساعة الكبرى. ويريد المسيح الكذاب أن يستغل ذلك فيقول إنكم في يوم القيامة وإنه هو من أقامها، فيستغل البعث الأول بينما أنتم نعم في يوم القيامة بالنسبة لأيام الله، ويحدث خلاله الأشراط الكبرى للساعة، وخلاله تقوم الساعة بحسب أيامكم،
ولم يأتي بعد يوم القيامة بحسب أيامكم، فلا يفتنكم المسيح الدجال. ويا تقية، إن كنت تريدين أن تكوني ربانية فاعبدي النعيم الأعظم من الجنة. والنعيم الأعظم من الجنة فحقا تجديه في حب الله وقربه، في نعيم رضوان نفسك، حتى إذا رضي الله عنك فتشعرين بحلاوة الإيمان وبنعيم عظيم تجدينه في رضوان الله، ريحان القلوب فتطمئن نفسك وتقر عينك، فيمدك الله بروح رضوانه تسكن في قلبك. واعلمي أن الذي سكن قلبك ليس الله قد تنزل فيه سبحانه، وإنما ذلك روح رضوانه يمد الله به حزبه الربانيون الذين يحبون في حب الله ويبغضون في الله تصديقا لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. وعليك أن تعلمي أختي تقية أن الروح التي يعيد الله بها من نال رضوانه إنما هي روح الرضوان، نعيم الريحان النفسي في القلب من الرب، ذلك نعيم غير جنة النعيم، وإنما جنة النعيم نعيم مادي، أما نعيم روح الرضوان فإنك لا ترين ذلك أبدا، لا في الرؤيا بالحلم ولا في العلم في الدنيا، إنما تشعرين بنعيم يغشى قلبك، ذلك روح رضوان ربك إذا أحبك الله وقربك ورضي عنك. أمدك الله بروح منه، أي روح نعيم رضوان نفسه على أمتك، فإذا أدركت ذلك فسوف تعرف الله يا تقية، فتقدرينه حق قدرك، فتعبدي ربك حق عبادته، فلا تكادين أن تسألي ذكره أبدا. إذا ألبسك الله لباس التقوى، ويمد الله بلباس التقوى من رضي الله عنه، ذلك لمن خشي ربه، تصديقا لقول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. ذلك اللباس يختص بالروح، وهو المدد من الله تصديقا لقول الله تعالى: وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. وذلك لباس التقوى لا يرى نوره إلا يوم القيامة، يوم لا يخزي الله الرسول والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، فلا ترى سوءتك يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين بسبب لباس التقوى، نور من ربك تصديقا لقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير،
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. وأما الذين لم يعيدهم الله بلباس التقوى في الدنيا فسوف يأتون يوم القيامة مكشوفة سوآتهم للناس أجمعين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم تسليما وجميع المسلمين. أحبتي الأنصار السائلين عن الحق، إن كشف السوء خزي، فكيف يخزي الله الرسل، وكيف يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، بل عليهم لباس من نور، وذلك اللباس هو لباس التقوى في هذه الحياة. ويوم تبلى السرائر فيكون الباطن ظاهرا، فمن كان قلبه في نور مبصرا فيجعل الله حقيقته في وجهه وفي جسده، فيضيء حتى يحجب رؤية عورته يوم القيامة، تصديقا لقول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وإنما النور هو للذين اتبعوا هدى الكتاب، فهو نور من ربهم. وقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذلك هو لباس التقوى، يكون لباس من نور يحجب سوءة المؤمنين، فلا يخزيهم الله بل اللعنة والخزي على الكافرين، تصديقا لقول الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق الله العظيم. وبما أن قلوبهم كانت في ظلمات، وكذلك يكون حقيقة باطنهم ظاهرهم يوم القيامة، فترون وجوههم مسودة. وقال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. فبما أن قلوبهم كانت في ظلام في الدنيا، فإنه ينعكس ذلك على ظاهرهم يوم القيامة، وكأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وقال الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. فكيف تكشف سوءة أولياء الله يوم القيامة يا معشر الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ فكيف تساوونهم بالمجرمين؟ وقال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ صدق الله العظيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.